السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب ام سوزة؟ عاملين ايه النهاردة بقى يا حبايب قلبي؟ دخلت اوضة البنات بقى، قلت ايه اروقها وانضف يا حبيب قلبي. دخلت لقيتها مبهدلة زي ما انتم شايفين كده، قلت بقى ايه انا هتكل على العيال، المهم مش عاملين حاجة. ادخلي بقى يا ام سوزة نضفي وروقي بقى ايه، ونضف لهم الاوضة وغير لهم في الملايات بتاع السرير، برده ما غيرناش من زمان. قلت بقى هدخل بقى اروقها وانضف في حاجة. ما تنسوش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان اوصل لكم كل جديد. طبق بقى الغرفتين بتاعتنا كده، لو اتكلنا على العيال يا جماعه مش عاملين حاجه، هيسيبوا لي الدنيا بقى، لازم تشوف كده. ازيكم يا كنز مسز؟ عاملين ايه؟ ما تنسوش تحطوا لايك للمسز وتشتركوا لها في القناه، وبنحبوكوا قوي، واتمنى بسرعه توصلونا 30,000 عشان نعمل لكم ان شاء الله حفله حلوه قوي. بنحبكم قوي. اما توصلنا 30,000 هنعمل حفله. انا قايله اما اوصل ال 30,000 على القناه بتاعت يوميات ام سوزي دي يا جماعه هعمل حفله جميله باذن الله. اهو قربنا اهوت من ايه؟ نوصل ال 30,000. احنا داخلين على 26 اهو، والبركه في ربنا ثم فيكم حبايب قلبي. هنغير بقى الايه؟ المخدات، ونغير الفرش بتاع السراير، ونروق الدنيا يا حبايبي. يوم شمس كده هطلع البطاطين دي برضو تتشمس، بس لما يكون فيش يوم شمس كده هطلعهم على السطح يتشمسوا. حلوين برضو يا حبايبي، بحب اشمس المراتب بتاعتي واحب اخلي الدنيا زي الفل كده. شايفين فرشت المرايه اهو، هفرش بقى ايه الدفايه عليها. وحبايب قلبي في السرير كده بقى زي الفل، الملايه جميله والدفايه جميله يا حبايب قلبي، والسرير راح يضحك ازاي وبقى جميل يا حبايب. اللي بقى الوشوش ما تغلبنيش وتدخل على طول، لان يعني الوشوش بتحيرنا على بال ما تدخل. ان شاء الله سهله. شايفين السرير راح يضحك من النظافه. جميل يا حبايب قلبي.
بقى الايه البطانيه بتاعت السرير ده نحطها على جنب ونروق بقى السرير التاني. نخلع بقى الوشاش دعمونا بقى باللايكات يا حبايب قلبي، اشتركوا في القناه كده ونوروني، شكرا لكم يا حبايب قلبي على تعليقاتكم الجميله اللي بتشجعني في القناه، والله العظيم بتشجع بقرا تعليقاتكم وبرد عليها وبتشجع بيكم وبعمل فيديوهات يعني بصور لكم كل يوم. قولي بقى رايكم في الجمال والحلاوه دي، المفرشين زي بعض والمرايتين زي بعض والسراير راحت روعه يا حبايب قلبي، شايفين النظافه بتاعت ام سوزي بقى؟ قولي بقى رايكم، لايكات بقى، عايز الفيديو ده يتملى لايكات يا حبايب قلبي. احط بقى البطانيه دي هنا واخد بقى ايه الملايات دي احطها في الغسيل ونطلع بقى السجاده بتاعتنا ونجيب بقى المقش وايه ونفرش الاوضه ونمسحها يا حبايب قلبي. شيل بقى السجادة بقى ايه طلعها على السلم عشان افضفض واجيب بقى المقش. نمسك بقى المية تحت حطيت فيها شوية معطر كده عشان نعطر الأوضة ونخليها زي الفل، حطيت بقى الكلور والديتول بتوعي اللي أنا بمسح بهم يا حبايب قلبي عشان ايه نمسح لهم الأوضة ونخليها لهم جميلة حبايب قلبي. الأوضة بقى تبقى نظيفة حتى أصحابهم يجوا يلاقوا أوضتهم نظيفة كده وجميلة حبايب قلبي. دليل نعم نوري الجاروب لمي ده بصي هاتي الجاروب ولمي ده على باب المبسط. امسح الله على الجمال والحلاوه يا حبايب قلبي، المعطر بقى اللي انا حطيته مع الميه يا حبايب قلبي خلي ريحه الاوضه جميله يا حبايب قلبي، ريحتها زي ما اكون رشش فيها برفان حته تفتح النفس كده يا حبايب قلبي. كون خلصت مش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان اوصل لكم كل جديد يا حبايب قلبي. يلا سلام يا حبايبي.